ليا، مصطلح إدارة الموارد البشرية لم يكن موجودا في الماضي، لكن حاليا أصبح إدارة قائمة بحد ذاتها وجزء أساسي من المؤسسات في القطاعين العام والخاص. معظمنا يعرف أن هذه المهام الإدارة وتنظيم وتوجيه ومراقبة، ولكن ما هو الدور الحقيقي لهذه الإدارة؟ رح نتعرف عليه بالتفصيل مع الدكتور المهندس عمار دلول، ماجستير إدارة أعمال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء انه الموارد البشريه هي لها عمر، ولكن بالفتره الاخيره كثير صار متداول الاسم والفعل على ارض الواقع. خلينا نحكي عن تاريخ الموارد البشريه وايمتى تم التركيز عليها اكثر. حقيقه كمصطلح هو موجود من اوائل القرن العشرين يعني، بس بالفترات الاخيره خلينا نقول باخر 50 سنة صار القصة أنه صار في قطاعات كتير كبيرة خدمية أكثر من القطاعات التجارية والصناعية. لما كبرت القطاعات الخدمية صار في نوع من أنواع أنه لا، يعني رأس مال بشري موجود عند هاي القطاعات غير ملحوظ بتقييم هاي القطاعات. فاليوم مثلا إذا فرضنا أنا عم اشتغل عن قطاعات هندسية أو خدمية، حتى أحيانا ببعض القطاعات الصناعية اللي فيها فكر، يعني فيها شو نوع من أنواع الإبداع، فأنا لما بدي قيم هاي القطاعات أو قيم هاي الشركات أو المؤسسات لازم الرأس المال الأساسي فيها هي العامل البشري أو قوى العامل البشرية. هون بلشت تنمو موضوع إدارة الموارد البشرية. فالموارد البشرية بالأساس هي عم نحكي عن القوى العاملة بأي مؤسسة أو منظمة أو شركة خلينا نقول، وقديش تأثيرها وكيف تتحرك مع استراتيجية الشركة إن كان بالتوسع أو بنوع من أنواع التغيير بنوع الأعمال. أكيد. خلينا نحكي عن الدور الحقيقي لهذه الإدارة، متى تكون فعالة ومتى هي غير فعالة، وأكيد وأهميتها وضرورية وجودها بكل شركة من الشركات. تمام. خلينا نحكي عن هذا الدور الكبير. كإدارة بحد ذاتها هي يعني خلينا نبلش من مهامها شو بتشتغل. تمام. لحتى نعرف إن هي فعالة ولا لا بالأساس نعرف شو بتشتغل كمهام. مهام الأساسية هي جذب، يعني جذب القوى العاملة لهي المؤسسة أو المنظمة، وبعدين بعد ما جذب عملية تصفية وانتقاء المناسب بما تناسب مع طبيعة العمل طبعا، وبعدين التطوير والتدريب بحيث أنه نقدر ننقل هي القوى العاملة اللي جذبناها بأنه تصير توازي المتطلبات والاستراتيجية للشركة، وبعدين التقييم وبعدين الترقية. يعني أنا اليوم ما بكفي أن أجيب الموظف كشركة وبعدين علمه شو بدي أشتغل، خلينا نقول هيك بلغة مبسطة، كمان لازم أنا عمليا قيم شغله مشان أقدر ميز الموظف المبدع عن الموظف اللي غير مبدع. أكيد تعزيز العلاقات بين الموظفين وتوفير المساعدات للموظفين، يعني كثير مكافآت والتأمين رواتب التقاعد للمتقاعدين كمان، يعني كثير في عندكم شغل كثير كبير بإدارة الموارد البشرية. صحيح. صحيح. خلينا نحكي شو اللي بيميزكم كإدارة موارد بشرية، كيف أنتم حتبنوا علاقة سليمة بين الموظفين، كيف حتقدروا يعني تشتغلوا على الموظف ليطلع إنسان فعال ويطلع موظف يعني مميز بالشغل. حقيقة هو هون بتجي قصص التقييم. لما أنا بجيب بدي أقعد أخذ موظف نموذج بالشركة، فأنا بدي أكون عامله طريقة من التقارير، هاي التقارير تعكس بالنسبة إلي فاعلية الموظف. هالفاعلية ممكن تأثر بأنه أنقل الموظف من مكان لمكان. يعني مثلا ممكن تروح باتجاه ترقية أو باتجاه نقله لإدارة تانية تتناسب أكثر مع فاعليته. فاليوم هي حقيقة استراتيجية كتير مهمة بإدارة الموارد البشرية، ولازم تكون ملاصقة دائما مع إدارة الشركة بشكل عام أو المؤسسة أو المنظمة إلى آخره، إن كان قطاع خاص أو قطاع عام. لأنه اليوم نحن في تحول دائم بالمؤسسات، التحول هو تحول هيكلي وتحول استراتيجي، تحول استراتيجيات وخطط. فإذا إدارة الموارد البشرية ما أنا بصورة هذا التحول أو ما أنا كانت ملاصقة للإدارة، حيصير في عنا إشكالية إنه أحيانا استراتيجية المنظمة حتروح باتجاه ولكن القوى العاملة ما قادرة تخدم هذا المكان، فما قادرت تقوم بالمنظمة أو المؤسسة بهذا الاتجاه الاستراتيجي. تمام. فهي بحد ذاتها مهمة كتير صعبة على إدارة الموارد البشرية. أكيد. إنه تقدر تنقل هدول العالم من مكان لمكان.
اليوم القصة أكبر من قصة أنه بس جيت أنا حطيت له والله كيف سلم رواتب وكيف المكافآت وكيف التقاعد وكيف هيكلية 100%. فاليوم ما في منظمة أو مؤسسة بالعالم إلا ما بتغير هيكلياتها بشكل دائم. فبتصير في عندها إدارات جديدة، خدمات جديدة، يمكن منتجات جديدة إذا عم نحكي عن صناعة مثلا. فاليوم الكتير مهم دائما اللي بده يوضع يعني خلينا نقول في بوزيشن دائم بكل منظمه هو تطوير الاعمال. تمام. تطوير الاعمال دائما لازم يكون متلاصق مع اداره الموارد البشريه ليبلشوا يحضروا له قوى عامله تتناسب مع تطوير الاعمال. اوكي. يعني خلينا نحكي عن اهميه العلاقه بين الموارد البشريه والموظفين والموارد البشريه والاداره، يعني اكيد هن مو بس كمان للتنظيم هي الهيكليه، هن كمان بيسمعوا بيوصلوا صوره. نعم. بينقلوا صحيح. صوره ثانيه من الاداره اليوم. الى الموظف، فخلينا نحكي قديش مهم يكونوا ايجابيين ويكونوا امينين. هي اهم فكره، يكونوا امينين بنقل الصوره. الحقيقه بالاساس هي فكره الموارد البشريه كانت للتواصل مع العاملين والعمال، خاصة ايام ما كان في بلق عمال بعصر الثوره الصناعيه سابقا. اجت فتره ثوره صناعيه قلبت الدنيا الى مكننه وبلشت القصص، صار العاملين عندهم اشكاليات لانه صار في مكنات عم تعمل بديله. فهون كان دائما المعاملين يكون عندهم مقابلهم مفاوضين عنهم يفاوضوا اداره الموارد البشريه عن متطلبات العاملين. اللي عمليا تحول لاتحادات مثل اتحاد عنا اتحاد نقابه العمال او شيء، اللي هو عمليا بيحكي عن العمال تجاه متطلباتهم بالعمل، من نسلم رواتب لمكافآت لتقاعد لتأمين حياة للصحة إلى آخره. ولكن اليوم بالشركات الخاصة والقطاعات خلينا نقول المنظمات، فاليوم إدارة الموارد البشرية عادة بتنظم نوع من أنواع التجمعات لهدول العاملين. فمنلاقي أحسن مثلا مؤسسة كبيرة بتقول لك عاملين نحن أوبن داي مثلا، انه رايحين نحن جايبين هالموظفين كلهم وعاملين مثلا ما بعرف ايفنت. هالايفنت هيدا لحتى اقدر نقرب بين اداره الموارد البشريه، خلينا نقول العاملين فيها كمديريه او كشخص حسب حجم المنظمه، وهل العمال او الموظفين او المهندسين او الى اخره من المؤسسه او المنظمه، ونشوف شو مشاكلهم بطريقه فريندلي. لانه اليوم اذا بدنا نكون عم نقابل شخص لا يمكن تعبر عن حاله مجموعه. اكيد. بينما لما بكون انا عندي نوع من انواع التقارب اللي يعني بين الموظفين مع اداره الموارد البشريه، ممكن نقدر نعمل تقاطعات بالمعلومات وناخذ حاله عامه من المجموعه نقدر نبني عليها استراتيجيه اداره موارد بشريه. تمام. طيب الاشخاص اللي ما في عندهم مثلا فتحوا شركه او فتحوا اي نوع شغل بس ما في عندهم اداره موارد بشريه، شو انت ممكن تنصح الشخص ليقدر يتقرب من الموظفين، ليقدر يتعامل معهم بالطريقه الصح، ليقدر يبني شركته بالشكل الصح، ولتقدر كمان تزدهر مثل ما انتم بتعملوا على دعم ازدهار العمال وبعدين الشركه او صحيح. كمان بالعكس يعني صحيح. لانه كله روح العمل الجماعي كلكم واحد، خلينا نحكي شو ممكن تنصحوا. حقيقه هو يعني بالمبدا دائما اهم طريقه للتعاطي هي انه يكون في نوع من انواع التوثيق. يعني اليوم انا بدي احكي مع موظف مثلا حضرتك عندك اشكاليه او شيء، لازم موثق الحاله اللي قدر اتعاطى معها. فممكن تكون القصه من تبدا من نظام تقرير، يعني اجي اقول انه حدا عنده مشكله يبعث لي بنظام تقرير معين، ما بكفي يبعث لي شو المشكله، يبعث لي مقترح حل. لانه اليوم اذا بعث لي مشكله بدون مقترح حل فانا عمليا ما قادر اقدر هذا الشخص قديش قاري ابعاد الموضوع اللي عم يحكي عنه. تمام. فانا اليوم نظام التقرير والتوثيق هو اللي ممكن يكون كشخص مدير قادر يعمل تقاطع معلومات ليقدر يبني حاله هدول الموظفين وين رايحه هي القصه. هلا على مستوى مؤسسات صغيره انا برايي تاسيس مؤسسه بالاساس اليوم صار يتطلب مثل ما بيتطلب اول شخص بتوظف باي شركه كبيره او صغيره هو المدير المالي او المحاسب، يعني على مستوى اصغر لازم يكون في شخص هو مستلم الموارد البشريه على الاقل. تمام. ممكن مع دور ثاني اللي هو مدير شيء شغله ثانيه. تمام. نعم. تمام. يعني خلينا نحكي بنقطه كثير متعارف عليها، بيقولوا لك موارد بشريه ماشي انت عم تشيك على الدوام اما طلعت اما جيت، موارد بشريه بده يطقلنا برغي. يعني كثير ملغوطه الفكره، حتى هن بيكونوا دارسين اكاديميا شيء وبيجوا على شركات تطبق بشكل مغاير جدا جدا جدا. خلينا نحكي عن هي النقطه. لك شو اليوم بانظمه الاداره الحديثه
اغلب الانظمه الاداره الحديثه رايحه باتجاه شيء اسمه مانج باي اوبجكتيف، يعني الاداره بالاهداف. لما بنروح بالاداره بالاهداف فعمليا نحن بيهمنا كاداره موارد بشريه ان نقدر نعمل تقييم للموظف اذا عم يعطيني الاوتبوت او الخرج اللي بدي اياه لحقق الاهداف الاجماليه. فانا من اهم من موضوع انه تدقيق على موضوع الدوام وتاخر دقيقه او تاخر دقيقتين، ممكن يكون اعاده التقييم هي من خلال ابداع الشخص او قديش عم يقدم لهي الاورجنايزيشن. هلا ليش المشكله انه بتصير القصه باتجاه تنفهم دوام واشياء؟ لانه لما يكون عندي منظمات كبيره او مؤسسه كبيره، وليكن عندي مؤسسه حكوميه فيها 20,000 موظف، فانا اليوم قد ما كنت عم بقدر اعمل نظام ريبورتنج وتوثيق، اذا ما كنت عامل ضابطيه يعني انضباط باليه العمل وساعات العمل، ما قادر اوصل اتواصل مع الكل الاشخاص واتفق معهم على الاهداف. فبالتالي مضطر انه اجمعهم بمكان ما بضمن المؤسسه بوقت ما لحتى اقدر احط الاهداف واحققها. بينما اورجنايزيشن صغيره، مشان اعكسها، اذا عم نحكي عن اورجنايزيشن مثلا مؤسسه هي عباره عن 20 شخص، قادر من خلال مدير واحد، مدير إدارة موارد بشرية، باجتماع بسيط اقدر حدد اهدافي واقدر اعطيهم اريحية الإدارة بالأهداف. فعمليا ممكن تلاقي الموظف إجا مأخر بس بيقعد لبعد الظهر أو بيشتغل أحيانا من بيته بالريموتلي أو كذا، وبالتالي اليوم قادر يجي إيسا. وقت قليل بس بيقدم كتير، يعني ما ضروري إنه الوقت هي سبب إنجاز الشخص. خلينا نحكي هلا، بما أنه حكينا عن الأهداف والأسباب وكتير إشياء، خلينا نرجع لسؤالنا الأول، متى تكون إدارة الموارد البشرية فعالة ومتى تكون غير فعالة؟ حقيقة يعني بكل بساطة، إذا بدنا نقول مين بدي أول شيء قيم اذا فعاله او لا، يعني انا اليوم بدي اقول فعاله او لا، معناتها في حدا بده يجي يقول انه فعاله ولا لا. فهون في معناتها قياس جوده، يعني في هون كنترول وقياس جوده على فاعليتها او لا، انه هل هي جيده او لا. بده يجي يا اما من اداره لها علاقه بمراقبه جوده المنظمه ضمن اداره الموارد البشريه على مستوى القوى العامله اللي هي هيومن كابيتال، اللي هو راس المال، خلينا راس المال العامل، يعني عمليا العاملين يعتبروا صاروا راس مال للشركه. اكيد. فالتقييم بيجي من هي الجهه. هلا اذا منظمه صغيره ممكن يجي بقى من الاداره العليا على مستوى مجلس اداره او مدير عام، ممكن يعمل تقييم من خلال خلينا نقول قوالب. فاليوم اول شغله بده يعمل يقدر يقول فعاليه ولا لا، انه بده يعمل قوالب قياس لهالاداره. مثلا انه انا اليوم كان عندي مثلا بالاورجنايزيشن 10 اشخاص بيعرفوا على تصنيع هذا المنتج مثلا خلينا نقول بمعلومات وسط، بعد فتره عملت قياس لقيت انه صار عندي هذول 10 اشخاص صاروا ممتازين، وصار عندي 5 تانيات بالمرحله المبدئيه بيقدروا يعرفوا على هذا البزنس. مثلا على مستوى فرضنا اذا عم نحكي عن اورجانيزيشن اعلاميه، فينا نقول مثلا كان عندي 7 اشخاص قدرانين يعملوا اعداد لبرامج ما بعرف اشياء بجوده مثلا كذا، اليوم هدول السبعه صاروا عم يقدروا يعملوا اعداد لبرامج متقدمه، وصار عندي 5 قدرانين يعملوا اعداد برامج مثلا فينا نسميه انه من حاله. بس هون بمجال الاعلامي راي الشارع هو اكثر اهميه من الموارد البشريه. نحن ما يعني عم نحكي مثال لانه انا بعيد عن القطاع الاعلامي، ولكن عم فكر كيف ممكن نحن نعمل القياس. فاليوم لا اقدر اقول فعال او لا، بدي اعمل قالب، هالقالب بيقدر يعكس لي اي شيء لرقم يعني من 10 مثلا، وقدر اقول انه فعلا انا عندي المتوسط بلش يعلى بالنسبه للمعلومات الموجوده للموظفين وخلينا نقول انجازاتهم، فعم يعطيني اوتبوت الموظف بطريقه اعلى. فهون معناتها اداره الموارد البشريه عم تشتغل شغله، عم تدربهم، عم تريحهم. يعني اذا صار في دعم ازدهار راس المال البشري وتطوير الشركه بشكل عام والموظفين بشكل خاص. بنوه لموضوع مهم كثير اليوم بالعالم كله تقريبا، خلينا نقول خاصه بالربع الاخير من هذا القرن، صار احد المؤشرات اللي تدخل بتقييم الشركات، يعني بدي اقيم شركه، احد المؤشرات هو ما يدعى الاتش سي اي اللي هي هيومن كابيتال اندكس. الاتش سي اي يعد كيف لما نقول مثلا شركه بنقيم اسمها التجاري مثلا، اسمها والله صار مهم، فبقيمه بطريقه معينه لتعمل له فاليو، قيمه ماليه تدخل براس مال او براس مال الشركه او بتقييم الشركه. فاليوم الاتش سي اي اللي هي هيومن كابيتال اندكس هو مؤشر بينعكس لمصاري، بينعكس لرقم، تمام، بيقيم منه الشركه. فالشركه لما بيشتري مثلا شركه بدها تستحوذ على شركه، يعني شركه بدها تشتري شركه اصغر منها او اكبر منها، او عمليا شركه بدها تنباع، فعمليا هون ضمن التقييمات صار اقول انه ضمن تقييمي انا عندي هيومن كابيتال اندكس مؤشر وهالقد بقدره بهالقد رقم 100 مليون ما بعرف. فهذا بالتالي لانه هن هدول الموظفين هن اللي عم نشحوا الشركه، تمام، وبالتالي وجودهم هن راس مال للشركه حقه مصاري. اكيد.
نعم استاذ عمار رح يقسمنا نشكرك. شكرا كثير لك، بنتمنى تطبق الموارد البشريه بكل امانه وبكل ثقه على ارض الواقع. الامانه باذن الله. شكرا كثير لك. شكرا.